ليش عملتي هيك؟ أنا متأكد أنه في بجيبتك 10 أضعاف حق الكالونيا اللي أخدتيهم. 100. عفواً، 100 ضعف. كيف بدي أشرح لك؟ أنا هيك مبسوطة، يعني كأني عم بشحن حالي وآخد طاقة. ضايقتي من الزلمة بالمحل لهالسبب عملتي هيك؟ تقريباً. أصلاً أنا كنت متضايقة، وإجا هو وزود علي. الحقيقة أنا قريت عن هالشي من فترة، هوس السرقة، يعني هيك شي، هيك بيصير لما بيسرقوا الأغنياء، أما الفقراء بيسموهم لصوص. يعني عم تقول إنه نوع من أمراض الأغنياء ما؟ عم قول هيك بسبب عدم الدراسة حبيبتي. يا ريتو كان هيك وبس. المشاكل النفسية اللي بالبيت؟ علاقة أمي وأبي مانا منيحة، وانفصلنا أنا ودوروك. قال لي إنه كل شي انتهى ونكون أصدقاء. طبعاً أنا رفضت. انتهى كل شي؟ عن جد غبي. أصلاً هو ما كان لابق لك ابنه، يعني أنت بحاجة لشخص حلو وظريف يكون جنبك على طول. إيه معك حق. لا يروح فكرك لبعيد، أنا مو هيك بقصد بنوب. يلي بدي أقوله إنه أنت مبسوط هيك دائماً؟ يعني ما في عندك هموم بنوب؟ أنا هيك بتطلع على حالي حبيبتي، إني حلو كتير وذكي كتير كمان، وعندي ضحكة بتاخد العقل. بتطلع هيك وبقول أنا ما عندي هم بنوب، وفجأة بتطلع إبك بوشي. هي هم بالنسبة إلي، بس هي بتضل أختي، يعني ما بقدر أقسى عليها أبداً. حتى لو كانت بعيدة عني أنا رح أحبها كتير. أنت بتعرف إنه في عندي أخ كمان؟ كيف؟ من يومين اللي عرفت. أمي قبل ما تتزوج من أبي كانت حامل، بس المشكلة جدي أخده وعطاه لحدا تاني. قصة غريبة ما هي؟ عن جد غريبة كتير. طيب بنت ولا ولد؟ ولد. رح يصير عندك أخ؟ ممتاز. أخوك يلي ما شفتيه أبدا. طيب إذا طلع قدامك شي يوم شو رح تعملي؟ ما بدي إياه بلا ما يطلع. أصلا الكل بالبيت متوترين، ورح يجي شخص غريب كمان، مو معقول أبدا. على كل حال أنا ليش عم خبرك بهالقصص؟ هاي العادة اللي فيني مو حلوة بنو. أنتي إنسانة مالك رجل آلي، أكيد رح تقولي كل شي بقلبك، وبتوثقي فيني كمان، لهيك خبرتيني. خلينا نقوم إذا بدك. لا تشرب، قوم. تمام، استني. عمر، عن جد هاريكا بنت بتاخد العقل أخي. لا تفكر إنها ما بتهتم بشي، بالعكس البنت طلع عندها مشاكل كبيرة بس مو مبين عليها. هلأ هاريكا عندها مشاكل يا أوجان؟ لا تخليني أضحك لأنه مالي نفس أبداً. ليك بالزور عم بحكي. لا تقول هيك عمار، ليك الطرف الوحيد المنيح بالبنت هو انها غنية، وغير هيك كل شي معقد تماما. بس هي بتعرف اني رح اساعدها، يعني رح خليها تتعافى، رح خليها بنت حلوة كتير وظريفة، يعني مثل القطن. مثل القطن؟ بكرة منشوف. طول الوقت كانت عم تطلع فيني، يا ريتك كنت هنيك اخي. قعدنا هيك على انفراد وطلالي على البحر وكل شي كان حلو. قالت لي كيفك؟ قلت لها منيح. وكن دندن اي يرم بلكي كك يزي سزجاك مش كيشك بنجرم دن اولي ينده يشك ارمك.